رأيك في الحب يا شعبان؟ يعني تعالى نرجع من قبل جوازك، مش هنتكلم في الجواز وكده لأن خلاص بقى في ست وفي أولاد وكده، احنا بنحترم المنطقة دي. قبل الجواز حبيت؟ طبعا بحب لحد دلوقتي. بتحب لحد دلوقتي؟ اه. فين يعني ال 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 الحكاية، يعني في حبيبة في حياتك؟ مراتي. فكر كويس. لا انا بكلمك قبل الجواز. قبل الجواز طبعا كل واحد بيحب ويقف على الناصيه ويعاكس برضه وبتاع. يا ولد قول لي يا شعبان، قول لي موقف محرج اتحطيت فيه مع اللي انت بتحبها، سواء كنتوا بتاكلوا حاجه في حته، بتشربوا حاجه في حته، حد عاكسها وانت ماشي معاها، حصل ايه؟ يعني اديني موقف كنت محرج فيه وتصرفت. لا ده كتير، ده كله مواقف احراج. طب يعني قول لي موقف واحد، قول لي موقف واحد انت كنت فيه. يعني مثلا رحت حته اكلت عزمتها على حاجه ولقيت معكش فلوس مثلا؟ لا الايام دي ما كانش فيه فلوس خالص. ايام كنت بحب انا، كان الكبير اللي معاه 2 جنيه يبقى ريس. اه كويس. آه. زمان يعني. طب ايه، ما فيش موقف انت فاكره انت اتحطيت فيه وكنت حاسس انك مقهور يعني؟ الكبير بتاع الواحد اللي هو قرطاس الترمس ده. كويس. او بطاطا، يعني الحاجات اللي هي. طب والله احلى ايام الحاجات دي، مش كده؟ كوز ذره. اه انا مفيش يعني موقف بايخ قبلك فاكره دلوقتي؟ لا خلاص الواحد بقى بصراحه. يعني مش. طب عادة. انت بعد شهرتك وبعد النجوميه اللي انت فيها والناس كلها بتحبك وعارفينك في مصر وفي الوطن العربي وفي كل حته، حاسس انك اتغيرت؟ لا مفيش اي حاجه اتغيرت غير ان انا بس ايفت العمليه يعني. لا من حقك تأيفك، كلنا بنأيف العمليه بس. بس انما في التعاملات، في النفسيه، هي هي والنفسيه هي هي، واصحابك هم هم، اصحابهم هم والناس هي هي وكل اللي معارفك ما اتغيرتش من ناحيتهم ولا اهلك ولا حد. بس ساعات بزوغ بقى من واحد رزل بقى وهياكل ودني. اه بزوغ منه غصب عني وانا مش مرضي، بس بزوغ واسيب له يعني ايه حاجات تريحه يعني. بس انا ببعد عنه عشان ما يخروش في ودني. ما يخروش في ودني. طيب في فيلم مواطن ومخبر وحرامي، استاذ داوود عبد السيد هو مخرج الفيلم. أوه. مش كده؟ وكل واحد المؤلف. والمؤلف طبعا. اخترتوا ادواركم. شعبان لما اخترت دورك اخترته على اساس ايه؟ يعني حبيته ازاي؟ ولا هو عرض عليك وقال لك انا عايزك فحكى لك الفيلم؟ هو الموضوع اكمل. انا اساسا ما كنتش عارف ان هو الفيلم ما فيهوش حرامي بيسرق حاجات على كده. امال ايه؟ بس انا لما هو حكى لي بالبق كده على الفيلم حسيت ان في حرامي، فانا كمان منطقه شعبيه وعارف العمليه. فانا صدرت نفسي وان انا اقول له انا اللي عايز دور الحرامي. وندمت لما قلت كده لما لقيته مش حرامي ولا حاجه؟ لا يعني لقيته احسن من اللي في دماغي طبعا. لقيت فيه شكل احسن وانا مش مصدق اللي انا بمثل ده، حاجات ما عمري انا كنت هعمل كده. ما ده انا عايز اسالك عليه بقى دلوقتي. ساعات كنت بتقعد مثلا ايه، بيبقى مثلا بتكلم صلاح عبد الله دلوقتي قدامك، فالكاميرا بتبقى مطرح صلاح. فيجي المخرج يقول لك كلم ايدي كان ده صلاح. او بص في الحته دي. بيبقى صلاح قدامك. اول مره احساسك كان ايه؟ لا هو ما عملناش ده، كنا كل مره انا وعم صلاح. ما بقاش يجي يقول لي اكنك بس هو لو المصورات واقف هنا الكاميرا يقول لي بص الكاميرا المنوره دي، بص هنا عندها. اما هتبص له بص كده. بص كده واتكلم. طب صلاح تحب مره بس زعلت قوي. بس مش في الفيلم ده، في الفيلم فلاح في الكونجرس. انا لقيت الكاميرا بيصورني من ورا، من ظهرك، من ظهري. مش عارف انا ايه اللي تعكننت. حسيت انه مثلا مش عايز يوري وشك للناس ولا ايه؟ لا حسيت انه هو بيصور اللي قدامي. ما هو لازم يكون بيصور اللي قدامك. طب في اوقات يصور اللي قدامك وفي اوقات يصورك انت. لا ده كان انا حاسس ان هو موضوع مش عايز يصورك خالص. لا كل مره كان مقصود يصور اللي قدامك بس. يعني ممكن يصور الجنب كده زي الصور اللي بتروح المحافظه. يعني صور القفه مره جنب مره بس. ايه يا عم في ايه انت يعني انت لقيت حسيت ان هو دايما بيصورك من الجنب او من ظهرك، مش عايز يصورك من وشك خالص، مش عارف فيه. طب صلاح ايه رايك في الكلام اللي بيقوله شعبان؟ تفتكر هو فاهم غلط ولا الفيلم اللي تفتكر هو فاهم غلط ولا فاهم صح؟ الفيلم اللي ما مشيش ده. الفيلم اللي ما مشيش هو، عشان الفيلم اللي ما مشيش هو حصل يعني ايه. شعبان مش حابب الليله دي، انما هو الفيلم اللي عمله بقى بالظبط. انما في مواطن هو كان في حاله نفسيه عاليه جدا وكان مرتاح قوي، رغم ان هو ما كانش يعرف داوود عبد السيد خالص يا شيخ.
يعني هو حتى ايه كلمني مره في التليفون وقال لي عمالين يقولوا له داوود عبد السيد، داوود عبد السيد مين يعني؟ فريد شوقي خد بالك. اه والله باللفظ، وكان بيقولها في اللوكيشن. قلت لما داوود الحقيقه، وبقولها قدام الاستاذ داوود، وكان الاستاذ داوود بيموت على روحه من الضحك. الحقيقه شعبان معايا ومع خالد ومع هند ومع مجموعه العمل، يعني مش انا خايف انسى حد، كان حابب الليله، وكان اللهم صل على النبي كان عنده قدره عبقريه على الحفظ، بيجي حافظ ورغم ان الدور صعب جدا. تعرف هي يعني في عجاله كده الاستاذ داوود عايز يقول ان المواطن والمخبر الحرامي دول لا يجتمعوا الا في جريمه طبعا، فما بالك بقى لو اجتمعوا وتصادقوا هيحصل ايه؟ وتزوجوا وتناسلوا وبتاع هيحصل ايه في الدنيا يعني؟ انما شعبان عنده قدره كويسه عن الحفظ. بيعرف يحفظ كويس. لان الدور صعب كمان، ده الدور صعب فيه فعلا. مونولوجات كان فيه مونولوجات بس عبقريه داوود كمان ان هو كان بيسيب شعبان يعني يقول برضو ايه، هو بياخد الحكايه والكلام وبعدين يبتدي برضو يقول بطريقته، هو كان عايز شعبان على طبيعته خالص. عشان كده انا رايي ان كان شعبان موفق قوي في دور الحرامي في مواطن المخبر الحرامي. انما هو الفيلم الثاني هو ما بيحبش. طب انت مش حابب الفيلم الثاني ليه يا شعبان؟ حاجات كتير كانت حاصله فيه مش عجباني، وكمان عشان ما مشيش ده برضو اثر معايا، ورحت عامل له اغنيه ان هو وقع الفيلم ما مشيش. عملت اغنيه على نفسك ان فيلمك وقع؟ عشان لقيت بقى الجرانين والناس وكله شغال، قلت بقى اسكت الناس دي. خد بقى انت دي عشان كله يسكت. طب الاغنيه دي انت عاملها مع مين، لوحدك ولا انا؟ انا المؤلف. انت المؤلف وعملت له مشاكل وبتاع. والله العظيم مشاكل، والمنتج اشتكاني وتنازل وحاجات كده يعني. طب انا يعني انا معايا في معانا سيد شعبان عبد الرحيم، ده ابنك بيلعب معاك اورج. اتفضل يا باشا. ايوه الناس بيسألوني، الناس بيسألوني، الناس بيسألوني الفيلم وقع ليه؟ وقع عشان خدعوني وما صرفش عليه. ايه وما صرفش عليه؟ عايزين الفيلم ينزل وازاي يا ناس يعيش في برضه فيلم ينزل في السوق من غير افيش. ايه في السوق من غير افيش؟ الفيلم الجاي ضروري انا لازم اسال عليه المخرج والمصور حتى بتوع البوفيه. ايه افلام كتير بتسقط، افلام كتير بتسقط وفيها نجوم كبار، اشمعنا فيلم يعني كتر عليه الحوار. ايه بس خلاص.